آخر مرة سمع الأهالي في هذه المنطقة صوت هذه الآلة قبل ما يزيد عن عقدين من الزمن، وتلك كانت آخر مرة يعاد فيها تأهيل هذا الطريق الحيوي والمهم لأكثر من 30,000 نسمة من سكان مديرية المواسط بريف تعز. المعاناة كانت لفترة كبيرة جدا، يعني تتراوح ما بين 20 إلى 25 عام. حصل الناس على معاناة شديدة في هذا الجانب، في نقل المرضى، في نقل المواد الغذائية، في سهولة في صعوبة الانتقال من مكان إلى آخر داخل العزلة وفي إطار المديرية. تربط هذه الطريقة المسماة بنجد الخزرج عدة عزل وقرى، أبرزها عزلة بني حماد وعزلة الأيفوع بمركز المديرية، لكنه كان مغلقا أمام حركة السيارات بسبب الخراب الكبير الذي تعرض له وتعثر مساعي الدولة في شقه وسفلتته خلال العقود الماضية. طريق حيوي يربط شمال جنوب بني حماد مع شمالها، فقد كانوا يعانون المواطنين من الوصول إلى منطقة إلى مركز مديرية المواسط، حيث كانت إذا أردت الوصول إلى مديرية المواسط تعبر عبر ثلاث على عبر مديريتين الشمايتين والمعافر حتى توصل إلى مركز المديرية. والآن بجهود المواطنين قمنا بإعادة تأهيل مشروع الطريق نجد الخزرج، وإن شاء الله سيسهل معنا الأمور بكثرة من ناحية الوصول. هذا الجبل شطر عزلة بني حماد إلى قسمين، ومعه ظلت عملية التواصل بين الشطرين غاية في الصعوبة، ما تسبب بفتور العلاقة بين الأهالي لعدم تمكنهم من زيارة بعض، لأن الزيارة تجعلهم يعبرون بمشقة بالغة مديريتي المعافر والشمايتين للوصول إلى الجهة المقابلة من العزلة نفسها. هذه المعاناة الكبيرة التي سببت الكثير من المتاعب للمرضى والمسافرين دفعت الأهالي لإطلاق مبادرة مجتمعية لإعادة تأهيل ورصف الطريق المتعثر الذي يحتاج إلى دعم وتمويل كبيرين تفوق طاقة المواطنين في ظل وضع معيشي صعب. إذن نجح الأهالي هنا في إعادة تأهيل جزء من هذا الطريق الحيوي المتعثر منذ نحو 20 عاما، لكن ما تبقى يظل هاجسا يؤرق حياتهم، متسائلين متى ستكتمل مبادرة الحلم التي تمكنهم من المغادرة والعودة إلى منازلهم بطريقة سهلة وآمنة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.